البعض يتكلم عن أكاذيب ويحولها إلى حقائق. أول كذبة، ويؤسفني أقول بعض الناس المتعلمين يصدقون هذه الكاذبة وتناولوها، كذبة اتفاقية الصينية. لأن الحكومة العراقية ألغت اتفاقية، أكو اتفاقية أول؟ ليش تضحك على الناس؟ هي عبارة عن مذكرات تفاهم، ولم نلغيها، وإنما متمسكين بكل مذكرات تفاهم مع الأصدقاء في الصين، لم يتم إلغاء أي اتفاقية. عندي بعض الوثائق راويها لكم حتى تعرفون حجم الأكاذيب. هذه هي الاتفاقية الصينية، تم توقيعها في عام يوم 11 آيار 2018، هذا التاريخ، في زمن حكومة الدكتور العبادي، وعبارة عن مذكرات واتفاق وليس اتفاقية. اتفاقية ايش تحتاج؟ تحتاج البرلمان. هذه اتفاقيات استراتيجية مهمة لخدمة العراق مع كل ظروفنا الصعبة، وانهيار اسعار النفط والتزامنا باتفاقية اوبك بلس، ما زال الصندوق بين فترة واخرى، صندوق العراق الصيني، يحصل على اموال لدعم مذكرات تفاهم مع الصين. هذه موجودة وموقعها عن الجانب العراقي وكيل وزير المالية السابق الأستاذ ماهر، الآن هو وكيل وزير التخطيط. فالحديث عن إلغاء اتفاقيات حقيقة شيء يؤسف إلى أنه البعض يحاول ينقل أكاذيب عن إلغاء اتفاقيات، والدليل على ذلك عدم إلغاء أي مذكرة تفاهم. صارنا أسبوعين ثلاثة أو أكثر نتناقش مع الأمانة في مجلس الوزراء، وزارة الإسكان والمؤسسات الشرعية الهندسية لتنفيذ مشروع 100 مدرسة في عموم العراق ضمن مذكرات تفاهم مع الصين. هذه موجودة، لم يتم إلغاء أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق مع الجانب الصيني.